ترأس سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة وفد مملكة البحرين إلى الدورة السادسة لمنتدى الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا والذي عقد في الدوحة بدولة قطر الشقيقة. وقد تناول المنتدى عددا من القضايا التي تواجه قطاع الطاقة تحت عنوان دور قارة آسيا في مشهد الطاقة الجديد بتنظيم من وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر الشقيقة بالتعاون مع منتدى الطاقة الدولي. وقد تناول العنوان الرئيسي للدورة السادسة للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا ثلاثة محاور أساسية حول الانخفاض الحالي لأسعار النفط والوضع الجديد في الصناعة النفطية وما هي تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الحكومات وعلى الشركات النفطية. كما تم التطرق إلى التوقعات المستقبلية للغاز الطبيعي وتجارب الدول الآسيوية ودول مجلس التعاون في مجال الطاقة المتجددة. وقد ألقى سعادة وزير الطاقة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا كلمة في منتدى الطاولة المستديرة السادسة لوزراء الطاقة، تحدث فيها عن تصدر قضايا كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة عليها والطاقات المتجددة. وتحدث سعادته عن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدا أن مصادر الطاقة المتجددة سوف تلعب دورا في تحقيق هذه الأهداف، لا سيما هدف التمكين العالمي للوصول إلى طاقة مناسبة ومعقولة الكلفة. كما تطرق سعادته في كلمته إلى الاتفاق الذي أبرمته مملكة البحرين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2014 لإنشاء وحدة للطاقة المستدامة، والتي وضع ضمن أهدافها تطوير الطاقات المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة عليها. منتدى الطاقة الدولي لدول آسيا يتناول ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول، هل تقلبات الأسعار والانخفاض في أسعار النفط هي ظاهرة جديدة أو إنها مؤقتة وسوف ترتفع الأسعار مرة أخرى، وما تأثيرات انخفاض في أسعار النفط على الدول المنتجة، وما هي الإجراءات التي اتخذتها دول آسيا في هذا الخصوص، وهل تناولت خفض النفقات وإعادة توجيه الدعم. والمحور الثاني هو أهمية الغاز في مستقبل الطاقة، وهل سيزيد أهمية الغاز الطبيعي في المستقبل بالنسبة لتوليد الطاقة وتنافسية الغاز الطبيعي مع الفحم النظيف، لأن كثير من الدول تتجه الآن لاستعمال الفحم النظيف لتوليد الطاقة. والمحور الثالث يتناول الطاقة المتجددة ولماذا زادت أهميتها في الآونة الأخيرة، وما هي الأهداف التي وضعتها دول آسيا لتحقيق نسب معينة من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء والماء في المنطقة.